يوم الحرية أملنا والاستقلال غايتنا، يوم الحرية أملنا والاستقلال غايتنا. عبد الله السالم عبد الله السالم عبد الله السالم عبد الله السالم حامل لواء الحرية حقق أمالنا الوطنية حامل لواء حقق أمالنا الوطنية عبد الله السالم عبد الله السالم عبد الله السالم أجل أيها الإخوة، ومن منا لا يذكر المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح أميرنا الراحل الكبير رائد الاستقلال وحامل لواء الحرية ومحقق الآمال الوطنية. فشعب الكويت الوفي يذكر في المهرجانات التي يعيشها بمناسبة مرور ربع قرن على الاستقلال، وفي كل وقت ومناسبة يذكر قادته ورجاله المخلصين الذين نذروا حياتهم ووقفوا جهودهم من أجل حماية هذا الوطن والدفاع عن أرضه والتفاني في خدمة شعبه. وهنا في ذروة احتفالاتنا بعيدنا الوطني يدعون الوفاء والعرفان إلى تحية الرجل الكبير والقائد الخالد الشيخ عبد الله السالم، وذلك من خلال هذا البرنامج الذي يحاول إلقاء بعض الضوء على حياة هذا الرجل العملاق وعهده الزاهر. من الكويت كانت البداية، الكويت في بحرها الذي عرفنا وعرفناه، وأرضنا الطيبة التي نعيش فوقها ولن نرضى عنها بديلا في سراء أو ضراء. الكويت أمنا التي حمتها وتحميها أرواحنا وصدورنا قبل أن تحميها أسوارها الثلاثة التي شيدتها همم الرجال. وما زالت بواباتها تشهد على كفاح شعبنا الصابر الشجاع من أجل البقاء حرا عزيزا وكريما فوق تراب وطنه العزيز. نعم، هكذا كانت الكويت، الكويت الحرة الأبية بشعبها المكافح الوفي وقادتها العظام من آل الصباح الذين عاشوا منذ نشأة الكويت وما زالوا يعيشون معا أسرة واحدة تتعاون وتتضامن وتتآزر من أجل رفعة شأن هذا الوطن والحفاظ على ترابه وكيانه. هذه كويتنا التي أنجبت عبد الله السالم
ومن قبله أحمد الجابر وسالم بن مبارك وجابر بن مبارك ومبارك الكبير، ومن بعده صباح السالم وجابر الأحمد وكثيرا غيرهم. وتاريخ الكويت المجيد في جوهره قصة كفاح متصلة ونضال في البر والبحر في سبيل البقاء والعيش الحر الكريم وضمان الحياة الآمنة المستقرة لشعبها الصبور النشط الذي عرف على طول التاريخ بشهرته التجارية وأمانته وصدقه وتطلعه الدائم نحو الحياة الأفضل. وكان طبيعيا قبل ظهور النفط أن يتجه أهل الكويت إلى البحر لتأمين رزقهم، فعمل بعضهم وما زالوا يعملون في صيد الأسماك التي تتكاثر في الخليج بأنواع عديدة. أما البعض الآخر من أهل الكويت فكانوا يحترفون الغوص لاستخراج اللؤلؤ من مغاصات معروفة لديهم، وكانوا يواجهون الكثير من المخاطر في أثناء قيامهم بهذا العمل الشاق. وقد ازدهرت حركة الغوص في أوائل هذا القرن ثم تراجعت واضمحلت بعد ذلك بسبب انتشار اللؤلؤ الصناعي وظهور النفط. وقد برع أهل الكويت أيضا ببناء السفن التجارية وركوب البحر لأغراض التجارة، حيث جابت سفنهم موانئ الخليج والمحيط الهندي وسواحل أفريقيا الشرقية والهند. إلا أن هذه الحرفة تراجعت بشكل ملحوظ أيضا بعد ظهور الثروة النفطية. وإذا كان البحر قد جاد على الكويت على طول تاريخها المجيد، فإن أرضنا لم تبخل هي الأخرى على أبنائها الأوفياء، إذ شهد عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر اكتشاف النفط بكميات تجارية في أرض الكويت، وذلك في الثلاثينيات الماضية. إلا أن الظروف المنذرة بقيام الحرب العالمية الثانية ثم اندلاع هذه الحرب أخر مهمة استخراج النفط وتصديره إلى ما بعد انتهاء تلك الحرب. وقد رعى المغفور له الشيخ أحمد الجابر الاحتفال الرسمي الكبير الذي أقيم في 30 من يونيو عام 1946 بمناسبة شحن أول كمية تجارية من النفط الكويتي الخام وتصديره إلى الخارج. وحضر الاحتفال ولي العهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم وكبار المسؤولين في الكويت وفي شركة النفط. وقام الشيخ أحمد الجابر طيب الله ثراه بفتح الصمام الخاص بهذه المناسبة إيذانا ببدء شحن أول دفعة من النفط الخام بواسطة ناقلة البترول بريتش فيوز ليبر، التي كانت أول ناقلة ترسو في ميناء الأحمدي
لهذه الغاية. والحق أن العديد من بوادر نهضة الكويت الحديثة قد بدأ في عهد الشيخ أحمد الجابر، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الأمني، والتي شهدت تقدما نوعيا في أواخر عهده، واكب ظهور الثروة النفطية في البلاد. هذه الثروة التي نقلت البلاد إلى مرحلة جديدة استقبلت بالارتياح والغبطة والفرح. وقد واصل المغفور له الشيخ عبد الله سالم الصباح حمل الأمانة والاطلاع بالرسالة والسير على خطى سلفه في النهوض بالكويت في شتى الميادين. فكان عهده بداية لمرحلة جديدة شهدت فيها البلاد الكثير من مظاهر التطور والتقدم، وشهدت ساحة الصفات الاحتفال الرسمي الحاشد الذي أقيم بمناسبة تقلد المغفور له الشيخ عبد الله سالم مهم الحكم في 25 من فبراير عام 1950، ليصبح الحاكم 11 من أمراء آل الصباح الذين تعاقبوا على تقلد أمانة حكم هذه البلاد منذ عام 1756 ميلادية. وقد شاركت في ذلك الاحتفال وحدات من الجيش والشرطة والكشافة وكبار المسؤولين وجمهور غفير من المواطنين. ولد الشيخ عبد الله السالم في الكويت عام 1895 ميلادية، ودرج منذ الصغر على حب البحث والمطالعة، وكان مولعا بقراءة أمهات الكتب في شتى حقول الأدب واللغة والشعر والتاريخ، وعرف عنه التعمق والتدقيق والشمول في جميع ما يسترعى اهتمامه من قضايا وأبحاث، وكانت له مقدرة فائقة في الإلمام بغوامض الأمور ورأي صائب في الحكم على الأشخاص وتقديرهم حق قدرهم، كما كان رحمه الله حجة في تاريخ الكويت واسع الاطلاع في الشؤون العربية. وقد اطلع الشيخ عبد الله السالم أثناء توليه ولاية العهد بعدة مهام حيوية في البلاد، فرأس المجلس التشريعي عام 1938 ثم مجالس الشورى التالية، كما تولى الإشراف على مالية الكويت. وكان رحمه الله مولعا بالأسفار، ينشد في ذلك الاطلاع على مختلف الحضارات ودراسة أحوال الأمم وطبائع الشعوب. وقد زار عدة أقطار عربية وأسيوية وأوروبية، واقتبس منها للكويت ما يلائم طبيعتها ويساعدها على التطور كدولة فتية تأخذ بأسباب التقدم الحديث. ومن هنا كانت الإصلاحات العديدة التي تمت في عهده في ميادين التنظيم والتخطيط والإدارة والتشريع والتنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية والتعليمية والرعاية الاجتماعية والصحة، مما جعله يتمتع بمكانة كبيرة على الصعيدين العربي والدولي، فضلا عن منزلته السامية في نفوس المواطنين الذين كان لهم بمثابة الوالد والقائد، يسوسهم بالعدل وينشر بينهم روح الألفة والشعور بالواجب والمسؤولية. وكان الشيخ عبد الله السالم رحمه الله مع كل ما اتصف به من صفات الريادة والقيادة جم التواضع، زاهدا في متاع الدنيا، عزوفا عن مظاهرها وقشورها، وكان يقول لوزرائه والعاملين معه: لقد وضعت راحتي ورهنت سعادتي كلها من أجل شعب الكويت، وجعلت من حضوري لقصر السيف قاعدة لا أخرج عنها لغير الضرورة، فأعمل لمصلحة الوطن ولخدمة شعبي. لقد سهرت وأسهر الليل
وأصرف النهار متلمسا الخطى مؤملا بالخير والصفاء لكم ولشعبنا الذي نشكل معه عائلة واحدة لا تتفكك ولا تتحطم. إنني لا أخشى التعب لأنني أؤمن بأن النفوس الكبيرة تتعب بالراحة وترتاح بالتعب. بهذه النفس الكبيرة وهذه الهمة العالية بدأ الشيخ عبد الله السالم الصباح العمل منذ أول يوم تسلم فيه أمانة الحكم ومسؤوليته. ويشاهد رحمه الله هنا وهو يفتتح المديرية العامة للأمن العام سنة 1950، وهي نفس السنة التي تولى فيها سموه الحكم. وكان يدرك أهمية التوسع في إنشاء المؤسسات والإدارات التي تقع على عاتقها مهمات مرحلة النهوض بالكويت في شتى المجالات، وفي مقدمتها المؤسسة التي تطلع بمهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وهي سمة تميزت بها الكويت في جميع الفترات والعهود. ولعل من أهم ما يتميز به تاريخ الكويت المجيد تواصل العلاقة الوطيدة بين أسرة الخير من آل الصباح والشعب الوفي. وقد دأب هذا الشعب على الالتفاف حول قادته المخلصين الذين يشكلون مع شعبهم أسرة كبيرة واحدة تسودها المودة والألفة والتعاون، ويجمعها دائما هدف واحد هو الحفاظ على هذا الوطن والعمل على رفعته وتقدمه وازدهاره. وكانت أبواب هؤلاء القادة وما تزال وستبقى مفتوحة لجميع المواطنين الذين يلتقون بقادتهم بروح ديمقراطية أصيلة وتقليد عربي عريق. وقد سار المغفور له الشيخ عبد الله السالم على نهج سلفه المغفور له الشيخ أحمد الجابر في العناية بشؤون النفط والعمل على زيادة عائداته واستخدام هذه العائدات في كل ما يعود على الوطن والمواطنين بالتقدم والخير. وبالفعل فقد زادت عائدات النفط مرارا في عهد الشيخ عبد الله السالم، وذلك بعد تعديل اتفاقية النفط مع شركة نفط الكويت عام 1951، بحيث تدفع الشركة الكويتية نصف أرباحها من استثمار النفط. وساعد ذلك الشيخ عبد الله السالم على تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والبناء وترشيد استخدام تلك العائدات لتقوية اقتصاد البلاد واستمرار نهضتها. وكان رحمه الله يقول إن ثروة هذا البلد التي أنعم بها الله على شعبنا يجب أن تسخر دائما وأبدا في سبيل خير الشعب ورفاهيته واستقراره وتحقيق أهدافه المجيدة في الحياة. قام سموه في 29 من مايو عام 1962 بافتتاح الوحدة الجديدة لمعمل تكرير النفط الخام بميناء عبد الله. أصدقائي، أخواني، أولادي، يسعدنا في هذا اليوم أن نرى ثمرة طيبة مباركة من ثمار التعاون والثقة القائمتين بين حكومتنا وشركة زيت الكويت، وثمار التعاون الصادق القائم بين مختلف جنسيات العاملين في شركة زيت الكويت. وإننا لواثقون بأن هذه الروح الطيبة الحميدة التي تسود جو العاملين في الشركة ستجعل
هذه المصات حمقى واحدة في سلسلة طويلة من عمليات التحسن والتوسع التي تعود بالفائدة العامة المرجوة للجميع إن شاء الله. إننا نقدم ثنائنا الخالص وتقديرنا الأخير لجميع أولئك الذين ساهموا في إنجاز هذه العملية المباركة، من المدير الإداري لشركة الزيت ومدرائه وموظفيه في لندن، إلى مدير الشركة وموظفيه وشركات المقاولات في الكويت الذين ساعدوا بتكاتفهم وتعاونهم على تحقيق ما حققوه. والله أشهد أن يسدد خطانا جميعا إلى ما فيه خير شعبنا المحبوب وبلادنا العزيزة. ما كانت الكويت إحدى دول العالم الرئيسية المنتجة للنفط وكان لها تاريخ حافل في الملاحة، فقد بارك الشيخ عبدالله السالم قيام شركة ناقلات النفط الكويتية، موصيا بأن تكون هذه الشركة ملكا لأكبر عدد ممكن من أبناء الشعب. وفي الرابع من مايو عام 1959 قام سموه رحمه الله بتدشين الناقلة كاظمة التي تعتبر أول ناقلة نفط تمتلكها الكويت. وقد ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عبد العزيز حمد الصقر كلمة بهذه المناسبة نوه فيها بهذا المشروع وبالدعم الذي يلقاه من الدولة. كما ألقى الشيخ عبد الله السالم رحمه الله كلمة أكد فيها على أهمية امتلاك الكويت لناقلات تقوم بنقل النفط الخام إلى أسواق النفط العالمية، وأثنى على الجهود التي ساهمت في إخراج هذا المشروع الاقتصادي إلى حيز التنفيذ. وتبنى المغفور له الشيخ عبد الله سالم الصباح منذ بداية حكمه خططا عمرانية متواصلة بهدف إنشاء عدة مؤسسات ومشاريع، أهمها بناء المدارس وبيوت ذوي الدخل المحدود ومحطة لتقطير المياه وأخرى لتوليد الكهرباء وتنفيذ مخطط مدينة الكويت الحديثة وضواحيها التي تتخللها وتربطها شبكة من الطرق المعبدة. وتطلب تنفيذ هذه الخطة الطموحة تكوين مجلس للإنشاء يشرف على الحركة العمرانية في البلاد وتنسيق المشروعات الإنشائية المختلفة التي تحتاج إليها المؤسسات والدوائر الحكومية. وقد أدى ذلك إلى ازدهار ملحوظ في النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة التي اشتهرت بها الكويت منذ نشأتها. Produce the best there is in the field. Who said what proof you have got the best? Well, we've marketed it what, in Saudi Arabia and in Bahrain, it's everywhere. Good. We will buy it here in Kuwait also, but I think it's not so good. Because we always in Kuwait like good articles from England or from Germany, any country in the world. واكب هذه النهضة توسيع وتحديث مطار الكويت في مرحلته الأولى وإنشاء مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي وصلت أولى طائراتها إلى الكويت عام 1954.
وفي عهد الشيخ عبد الله السالم رحمه الله تم افتتاح اول مصرف براس مال كويتي خالص باسم البنك الوطني، وذلك في اواخر عام 1952 ليواكب التطور التجاري والاقتصادي المتنامي في البلاد. وتوالى بعد ذلك قيام العديد من البنوك الكويتية بالإضافة إلى مؤسسات الصيرفة، وتبع ذلك تكويت العملة وجعل الدينار الكويتي وحدة للنقد الجديد الذي تم تداوله لأول مرة في مطلع شهر أبريل عام 1961، وحلت العملة الكويتية بذلك محل الروبية الهندية التي كانت وحدة النقد المتداول قبل ذلك. خطت الكويت في عهد الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه خطوات رائده في الميدان الصناعي، حيث قامت فيها عده صناعات وطنيه اهمها مصنع الطابوق الرملي الجيري وصناعه الكيماويات البتروليه وغيرها من الصناعات. كما أنشئت في الكويت عام 1953 محطة لتقطير المياه في الشويخ مكونة من 10 أجهزة للتقطير، ثم أنشئت وحدات ثانية وثالثة ورابعة في الأعوام 55 58 60 على التوالي، وشرع في عام 1964 ببناء 3 محطات لتقطير المياه في منطقة الشعيبة طاقة كل منها 1,000,000 جالون إمبراطوري يوميا. وقد تطورت محطات التقطير وطاقاتها كثيرا بعد ذلك، في حين ظل نقل المياه اللازمة للشرب من هذه المحطات يعتمد على تناكل نقل الماء قبل أن تبدأ الدولة في مد شبكات أنابيب المياه إلى المناطق والبيوت. وساعد توفير المياه على هذا النحو في عهد الشيخ عبد الله السالم على قيام نهضة زراعية بدأت بمحطة التجارب الزراعية التي أسهمت بجهد مشكور في هذا الميدان. وتحقيقا لتوفير الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين والمقيمين، شهدت الكويت في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم إنشاء المزيد من المستشفيات والمستوصفات والمصحات، وتبنت نظام التسجيل الصحي، وحضر رحمه الله في 20 يونيو عام 1962 افتتاح مستشفى الصباح الذي يضم العديد من الأقسام والأجنحة وأحدث المعدات والأجهزة الطبية. وحققت النهضة التعليمية في البلاد تقدما كبيرا في عهد الشيخ عبد الله السالم رحمه الله، وإن كانت جذور هذه النهضة ترجع إلى عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر، فقد أنشئت في عهد الشيخ عبد الله السالم العديد من مدارس البنين والبنات، ونالت الفتاة الكويتية قسطا وافرا من اهتمام الدولة في تثقيفها وفتح أبواب العلم والعمل أمامها. كما أنشئت عدة رياض للأطفال ومعهد للنور والأمل لتعليم المعوقين. وكان رحمه الله يؤمن بضرورة إنشاء جيل مسلح بالعلم والمعرفة، ويقول: العلم هو سبيلنا، وأننا نعطيه الكثير من الاهتمام ونوفر له الكثير من البذل والدعم المادي، لأنه الثروة الحقيقية لأبنائنا وأحفادنا في هذا الوطن. وكان يقول لوزرائه: إن المسؤولية التي ألقيها على عاتقكم تحمل في مضمونها مهمة بناء جيل جديد يؤمن بأن فيه قوة لو فعلت لغيرت وجه التاريخ. وقد شمل التعليم في عهد الشيخ عبد الله السالم جميع المراحل حتى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الصناعي.
went further into the island. They were surprised at the thick trees. وفي عهد الشيخ عبد الله السالم وضعت الدراسات لإنشاء جامعة الكويت، وتوسعت الدولة في إرسال البعثات التعليمية إلى الخارج. My name is Ibrahim Brisley. I have come a long way to photograph this English village. My home is very far off in a place called Kuwait. Actually, photography is just a hobby with me. I am here for 5 years. Studying building construction. And you'll be using your knowledge back in your own country? Oh, yes. We are building a whole new city in Kuwait. I must go and help. And right here in London is another visitor from Kuwait. My name is Ahmed Ali Dwaid. I've come from Kuwait to study international relations. Cultural relations too, I see. I suppose they're all part of your studies. Well, it happened that I like music. And after all, music is an international thing. I enjoy Italian opera as much as Kuwaiti folk songs. And back in Kuwait, you'll use your experience for what? I'm going into government service. كما دأبت الدولة على تنظيم المهرجانات الرياضية التي تشارك فيها الأجيال الصاعدة وتعنى بسلامة بنيتها. وطوال السنوات 15 التي تولى خلالها حكم البلاد، كان الشيخ عبد الله السالم رحمه الله يضع مصلحة الشعب هدفا له ولحكومته، وكانت أبوابه وأبواب جميع المسؤولين في عهده مفتوحة لاستقبال المواطنين وحل قضاياهم ومشاكلهم. ويأتي هذا التقليد في ضوء مفهوم الأسرة الواحدة التي تضم جميع أبناء هذا الوطن وتوحد بينهم للسير بالبلاد نحو تحقيق كل ما تصبو إليه من رفعة وسؤدد ومجد وازدهار. وأدخلت في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم عدة تنظيمات جديدة على جهاز الشرطة والأمن العام، وتمكن هذا الجهاز من القيام بواجباته الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار في ظل التطور السريع والمتزايد الذي شهدته البلاد. كما أولى المغفور له الشيخ عبد الله السالم عناية كبيرة لتنمية القوات الكويتية المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة، باعتبار هذه القوات الدرع الذي يحافظ على الوطن ويحمي مكتسباته وإنجازاته الحضارية. ولم يغفل الشيخ عبد الله السالم عن أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الواعي في خدمة الوطن والشعب والدفاع عن القضايا العربية العادلة. ومن أجل ذلك أنشأ الشيخ عبد الله السالم في 12 مايو عام 1951 الإذاعة الكويتية، التي شهدت تطورا كبيرا بعد إلحاقها بوزارة الإرشاد والأنباء عام 1962. وفي نوفمبر عام 1961 انتقل التلفزيون إلى الإدارة الحكومية، وأخذ منذ ذلك الوقت يتطور بسرعة لمواكبة التقدم العالمي في هذا الميدان. كما شجعت الدولة
على إصدار العديد من الصحف والمجلات لزيادة الوعي بين المواطنين ونقل صورة صادقة للعالم عن تطور الكويت الحديثة. ولعل أبرز ما يلاحظه المتصفح لتاريخ الكويت أن الكويت كانت في جميع عهودها تتصرف داخل حدودها كدولة مستقلة، وظلت تتمتع بحريتها وكرامتها وتسير شؤونها بما يحقق مصالح شعبها. وإذا كانت الكويت قد ارتبطت في بعض الأوقات باتفاقيات أو عهود، فإنما كانت تسعى من وراء ذلك إلى الحفاظ على كيانها ووجودها من طمع الطامعين. وكان من الطبيعي وقد تغيرت الظروف التي عقدت في ظلها اتفاقية عام 1899 بين الكويت وبريطانيا أن يبادر الشيخ عبد الله السالم رحمه الله إلى التفاوض مع الحكومة البريطانية لإلغاء هذه الاتفاقية. وقد تمت تلك الخطوة المباركة في 19 من يونيو عام 1961، وذلك بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق بهذا الشأن. ويلاحظ أيضا أن إلغاء الاتفاقية المذكورة إنما كان يقرر واقعا معمولا به منذ مدة، حيث كانت الكويت وحتى قبل الإلغاء تتصرف كدولة كاملة الاستقلال والسيادة، إذ انضمت إلى العديد من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية. وقد عمت البلاد موجة من الفرح والغبطة والسرور فيما وجه المغفور له الشيخ عبد الله السالم كلمة إلى شعبه الوفي، وصف فيها تلك المناسبة بأنها يوم أغر من أيام وطننا الحبيب انتقل فيها إلى مرحلة تاريخية جديدة من الاستقلال التام والسيادة الكاملة، وتوجه إلى الله العلي القدير بالحمد والشكر على هذا التوفيق. وتوافدت على البلاد وفود شقيقة وصديقة تحمل تهاني شعوبها وقادتها للكويت أميرا وحكومة وشعبا على استكمال استقلالها وسيادتها. وكان بين تلك الوفود وفود من دول الخليج العربية الشقيقة التي تربطها بالكويت منذ أمد بعيد، أوثق الروابط وأوطد العلاقات. وقد اجتمع المهنئون مع المغفور له الشيخ عبد الله السالم الذي شكرهم على مشاعرهم الأخوية الكريمة نحو الكويت التي تؤمن وتعمل دائما من أجل وحدة الصف العربي وتعزيز العلاقات العربية لما فيه خير الأمة العربية جمعاء. وتوالى اعتراف الدول الشقيقة والصديقة بدولة الكويت، وعربت تلك الدول عن رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية على أعلى مستوى مع دولتنا الفتية. واحتفل بقصر الصيف بتقديم أوراق اعتماد ممثلي تلك الدول إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمه الله كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت، حيث عملوا على تعزيز العلاقات الودية الطيبة بين دولهم ودولة الكويت. بادرت حكومة الكويت بعد الإعلان عن استكمال السيادة والاستقلال إلى تقديم طلب للانضمام إلى كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وقد قوبلت هذه السياسة التي اختطها الشيخ عبد الله السالم رحمه الله بتأييد شامل من قبل الشعب الذي انطلق بوعيه وأصالته يعبر عن تأييده الكامل لهذه السياسة الحكيمة والوقوف وراء قائده وأميره في مسيرته الخيرة. مصلحة البلاد وأمنها ورخائها.
أحسن كلمتي بالنص لكم كوالد أولاد أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكبر وجه وأحسن. والله ولي التوفيق. وفي 8 نوفمبر عام 1962 تسلم الشيخ عبد الله السالم مشروع الدستور من رئيس المجلس التأسيسي عبد اللطيف ثنيان الغانم. وألقى رئيس المجلس كلمة بين يدي سموه قال فيها: إنه لشرف كبير أن نقدم إلى سمويكم في هذا اليوم التاريخي مشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت. وكل رجائنا أن يأتي هذا الدستور محققا لأمالكم الكبيرة لخير شعبكم الوفي. وقد صادق سموه على مشروع الدستور دون إدخال أي تعديل عليه، وقال: نحمد الله العلي القدير الذي أتاح لنا في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا العزيز تحقيق أمنيتنا في وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية سليمة ويتفق وتقاليدنا ويتجاوب وآمال أمتنا. ويتضمن دستور دولة الكويت من 183 مادة تؤكد على عروبة الكويت واستقلالها وسيادتها ونظام حكمها الديمقراطي. وما زلنا نذكر الفرحة الغامرة التي عمت الكويت لدى احتفالها الكبير بالذكرى الأولى للاستقلال، حيث رفعت أعلام الكويت وانتشرت الزينات في كل مكان تعبيرا عن حب الشعب وولائه لوطنه وأميره وقائد مسيرته. وألقى الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه خطابا جامعا بهذه المناسبة، أكد فيه العزم من جديد على المضي قدما في بناء هذا الوطن والحفاظ على استقلاله وحمايته بالنفس والنفيس، كما أكد مواصلة تمسك الكويت بسياستها كدولة عربية محبة للسلام متعاونة ومتضامنة مع الدول العربية الشقيقة. أولادي، في هذا اليوم العظيم من تاريخ وطننا العزيز نستقبل الذكرى الأولى لعيد الكويت الوطني بقلوب ملؤها البهجة والحبور بما حقق الله لهذا الشعب من عزة وكرامة ونفوس كلها عزيمة ومضى للسير قدمت في بناء هذا الوطن والعمل بروح وثابت بما يحقق لأبنائه من رفعة ورفاهية وعدالة اجتماعية لجميع المواطنين. وبهذه العزيمة وهذا المضى تتابع دولة الكويت سيرها دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات. في جامعة الدول العربية محافظة على استغلالها تحميد النفس والنفيس. مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستغلال. محبة للسلام ساعية لتدعيمه متجهة سياسة عدم الانحياز وساعية إلى توطيد روابط الصداقة مع جميع الشعوب مادة يدها لكل من يرغب في هذه الصداقة. متمسكة بميثاق الأمم المتحدة وشريعة حقوق الإنسان ويضيب لي أن أعرف بإسمي وباسم حكومتي وشعبي عن عظيم تقديرنا وامتناننا للموقف المشرف الذي وقفته شقيقاتنا الدول العربية. ودول العالم الصديقة إلى جانب دولة الكويت في الأوقات الحرجة مناصرة قضيتنا العادلة وشاجبة العدوان. ويسرني بهذه المناسبة العزيزة علينا أن أشيد بكل فخر واعتزاز بالروح القومية
والنفوس المؤمنة التي يتحلى بها أبناء شعبنا الذين يضعون نصب عينهم العمل دوما لما فيه رفع شان هذا الوطن، وتقدمه وازدهاره، متعاونين متضامنين مع أشقائهم في البلاد العربية في شتى الميادين والمجالات، يحدوهم في ذلك حبهم وإخلاصهم لوطنهم واعتدادهم بأمتهم العربية. حفظ الله هذا الوطن وحقق لأمتنا العربية المجيدة ما تصبو إليه من الرفعة والسودة. وشهدت الكويت في 23 من يناير عام 1963 أول انتخابات نيامية في تاريخ الكويت الحديث لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة الأول. وقام الشيخ عبدالله السالم بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس في 29 من يناير من ذلك العام، إذانا ببدء مسيرة الديمقراطية في الكويت، وهي المسيرة التي آمن بها وعمل من أجلها، وكانت أثمن إنجاز قدمه الأمير الراحل رحمه الله للوطن العزيز والشعب الوفي، الذي سيظل يذكر للشيخ عبدالله السالم هذا الإنجاز بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان. حضرات الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإسم الله العلي القدير نفتح الدورة الأولى لمجلس الأمة الذي تبدأ بإرادة مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستقلة. في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيلة، وإن أكرر وصيتي لكم كوالد لأبنائه أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها، وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأقرب من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استغلال الوطن وسلامة أراضيه. وقد دأب الشيخ عبدالله السالم في كل دور من أدوار انعقاد مجلس الأمة على توجيه النصح والإرشاد لأبنائه أعضاء مجلس الأمة والحفاظ على وحدة الصف وجمع الكلمة. أحييكم أطيب تحية، وبإسم الله العلي القدير أفتتح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الراجيل أن يكون كسابقين حافزا في كل ما يحقق الخير للبلاد. وإني أناشدكم من جديد
أن تكون روح الألفة والجمالة والمصلحة العامة رائدكم، وأن يزداد التفاهم والتعاون الوثيقين بينكم، وأن يزداد التفاهم والتعاون الوثيقين بينكم. وأن يزداد التفاهم والتعاون الوثيقين بينكم وبين الحكومة، سائلا المولى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح لوطننا العزيز وأمتنا العربية المجيدة. والسلام عليكم ورحمة الله. وإن تولت فبالأشراف انقاذ تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت وإن تولت فبالأشراف انقاذ تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت وإن تولت فبالأشراف انقاذ. أستودعكم الله وأرجو من الله أن يسدد قدراتكم وأن يسمع عنكم ما يسر الخاطر. واستضافت الكويت في عهد الشيخ عبد الله السالم رحمه الله العديد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وازدادت روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين الكويت وهذه الدول، وأخذت دولة الكويت الصغيرة في حجمها الكبيرة بهمة أميرها وشعبها وسياستها العربية الواضحة، أخذت الكويت تلعب دورا كبيرا على الصعيد الخليجي والعربي والدولي، وقد نالت هذه السياسة وما تزال تحظى بتقدير العديد من القادة والزعماء وإعجابهم، ذلك أن تلك السياسة الحكيمة قد أرست دعائمها الأولى أسرة الخير من آل الصباح، وعززها المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح بالكثير من الجهد والسعي والخطوات الرائدة، وقد جعلت تلك السياسة من الكويت دولة عربية متمسكة بمبادئها الخيرة، داعية لتوحيد الصفوف وتضامن الأخوة والأشقاء ونشر المحبة، توحد ولا تفرق، تجمع ولا تشتت، تساند الشقيق وتؤازر الصديق، وتناصر كل قضايا الحق والعدل والحرية، وتنشد الأمن والسلام والرخاء لها ولمن حولها وللعالم أجمع بقدر ما تتحمل وتطيق. ومن هنا كانت قوة الكويت الناهضة تعتمد على سلامة نهجها وسمو مبادئها ووضوح نهجها وثبات خطوها وكثرة محبيها وأصدقائها. وفي هذا الإطار الواضح والنهج القويم كانت لقاءات الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه مع كثير من القادة والزعماء العرب والمسلمين وغيرهم، سواء تمت هذه اللقاءات المتعددة على أرض الكويت الطيبة أو خارجها. كانت الكويت وما تزال في مقدمة الدول العربية
المؤمنة بوحدة الهدف والمصير للأمة العربية جمعاء. وتمشيا مع هذه السياسة التي أكدها الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في أكثر من مناسبة، كان حرص الكويت على الاشتراك في جميع مؤتمرات القمة العربية. وقد مثل الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الكويت في مؤتمر القمة العربية الأول الذي عقد بمبنى جامعة الدول العربية في القاهرة في يناير عام 1964، وذلك لتدارس وجهات النظر حول مواجهة مؤامرة إسرائيل الرامية إلى تحويل مياه نهر الأردن. واستضافت الإسكندرية في سبتمبر عام 1964 مؤتمر القمة العربية الثاني، ومثل الكويت في هذا المؤتمر الشيخ عبد الله السالم. وكان مؤتمر القمة الثاني أول مؤتمر عربي على هذا المستوى تشارك فيه منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الدول العربية الأخرى. وقد بحث المؤتمر وسائل دعم العمل العربي الموحد في نطاق الجامعة العربية. وفي سبتمبر عام 1965 عقد مؤتمر القمة العربية الثالث اجتماعاته في الدار البيضاء، حيث أكد القادة العرب على الالتزام بميثاق التضامن العربي تأكيدا لوحدة المبادئ والأهداف وتوحيدا لجميع الجهود والطاقات العربية لخدمة القضايا الأساسية والمصالح القومية العليا. كما ترأس المغفور له الشيخ عبدالله السالم وفد دولة الكويت إلى مؤتمر قمة دول عدم الانحياز الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 1964. وقد ألقى الشيخ جابر الأحمد الجابر كلمة سمو الأمير الراحل في المؤتمر التي أكد فيها من جديد إيمان الكويت القوي بسياسة عدم الانحياز وأهدافها التي هي امتداد لأهداف الأمم المتحدة. هكذا كانت حياة القائد الرائد الشيخ عبدالله السالم حافلة بالأعمال الجليلة والمنجزات العظيمة. وتشاء إرادة الله أن تختتم هذه الحياة الحافلة في أثناء مواكبته ورعايته للمسيرة الديمقراطية التي كان له شرف وضع أسسها. فقد حرص سموه رغم ما كان يشعر به من تعب وإجهاد على افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة في 26 من أكتوبر عام 1965. أحييكم وأبارك لكم وبإسمه تعالى جل شأنه أفتتح دور الإعراض العادي الرابع للمجلس، متمنين لكم دوام التوفيق في أعمالكم بالتعاون الوثيق المثمر بينكم وبين الحكومة في خدمة كويتنا العزيز والأمة العربية جمعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتراقب حكومتي باهتمام السلع الاستهلاكية الضرورية للعمل على تحديد أسعارها بما يوفق بين مصالح المستهلكين والتجار
وخلال إلقاء ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المغفور له الشيخ صباح السالم للخطاب الأميري في مجلس الأمة، أصيب الشيخ عبد الله السالم بأزمة قلبية نقل على أثرها إلى منزله. لكن الأزمة القلبية التي أصيب بها صاحب القلب الكبير والعطاء الوافر لم تمهله طويلا، إذ وافاه الأجل المحتوم في 24 من نوفمبر عام 1965، فبكته القلوب قبل العيون، وشيعه الوطن كله في موكب مهيب وعظيم يتناسب مع عظمة الرجل القائد ومكانته السامية في قلوب شعبه الوفي. هذا القائد الخالد الذي حرص على أن يؤدي حتى اللحظة الأخيرة ولو على حساب راحته وصحته واجباته الدستورية نحو هذا الوطن الذي أحبه من كل قلبه، وأمضى طوال سني حكمه جاهدا في تحقيق الحياة الأفضل لأبنائه وتثبيت دعائم مبادئه واستقلاله ودفعه قدما بسياسته الحكيمة وحسن توجيهاته نحو النهضة المباركة الشاملة التي ننعم اليوم بخيراتها ونتفيأ ظلالها ونلهج بالشكر والعرفان والدعاء لرائدها ومحققها المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه. وقد جسدت الكويت الأعمال الخالدة التي أنجزها المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح طوال عهده الميمون الذي استمر 15 عاما، وأطلقت اسمه المحبوب على بعض ضواحيها وشوارعها ومؤسساتها، وحملت طوابع البريد التذكارية صور بعض المشروعات الكبيرة التي تمت في عهده وعلى يديه، كما وضعت عدة مؤلفات بأقلام كويتية وعربية وأجنبية تشيد بمناقب القائد العملاق وبعد نظره وحكمته السديدة وشجاعته المعروفة وثباته في الملمات والأزمات، وتشيد بمزاياه وصفاته الحميدة الكثيرة كرجل دولة مرموق كبرت همته فكبرت همة بلاده وشعبه معه، فكان الأب الحنون والربان الحكيم الذي أحسن قيادة سفينته في خضم العواصف والأنواء والسير بها نحو شاطئ الأمن والأمان. وإذا كانت حياة الرجال العظام إنما تقاس بما قدموه من جلائل الأعمال، فإن حياة الشيخ عبد الله السالم كانت المثل والأنموذج لعظام الرجال، يد تعمر وتبني وعين تسهر وترعى وقلب مليء بالحب والحنان والدعوة الدائمة إلى وحدة الصف والكلمة ونبذ الفرقة والخلاف. ذلك لعمرنا عبد الله السالم القائد الخالد الذي سوف تبقى ذكراه ماثلة في الأفئدة والقلوب ما بقي في الكويت قلب ينبض وما سرت دماء العروبة في شريان. وقد نوه الشاعر الكويتي فاضل خلف بالدور التاريخي المجيد لأميرنا الراحل المغفور له الشيخ عبد الله السالم في أبيات تقول: في بلادي حيث يسري النور في كل مجال، حيث يشدو المجد في الآفاق موفور الجلال، في بلادي كان يحيا رجل لا كالرجال، قلبه الدفاق للحب يغني والجمال، زاهد في التبر ما استهواه إلا للمعالي، تحته الأنهار تجري مترعات بالغوالي، سار بالفلك بإقدام إلى شط الكمال، والأعاصير إذا جاءت بموج كالجبال يتلقاها بعقل مستنير واعتدال، للكويت الحر أفنى عمره دون ملال، ساهر للمجد نهال من النبع الزلال، ما أراح النفس إلا بعد أن جاز الأعالي، فبدا في موكب التاريخ والراف الظلال. الاستمناء
مسألة.